قالها واحد واحد فعيل فعيل نقطتين فعيل ونقطتين صوبة. نحط أمثلة يعني كلمة على وزن فعيل كصفة مشبهة. حط جميل كريم عظيم. هدي شوية جعفر يا شباب اللي عندي شوية صغيرة بكالوريا للمنهاج قبل هذا تبع القديم كان في سؤال انه كلمة عليم عليم هي مبالغة ولا صفة مشبهة وكلمة عميق هي مبالغة ولا صفة مشبهة. رح سكرك بالمبالغة. المبالغة كان من أوزانة فعيل لما انه فعال فعال فعول فعيل. طيب وبالصفة المشبهة في فعيل. طيب انا شلون بدي ميز فعيل تاعت المبالغة عن فعيل تاعت الصفة المشبهة؟ لا تشرط وخليك معي. ليش بتسوي؟ لو جيت انا مثلا لفعيل لعليم ليش بتسوي؟ بتردها لفعلة اللي هو عليم. انتبه لعندي. بعد ما تردها لفعلة عليمة بتضف لها في اخره الهاء او الكاف. خليك معي. لما بقول علمه او علمك اللفظة صح ولا غلط؟ لا. طيب فيني رحت لك اياها مع ضمير زيادة مشان برجيك انه صح. لما مرت معك بالقصيدة اما علمت كان عم يبنى الفعل اما علمت هو ضيف ضمير قبل الهاء لا تزبط معه. فيني اقول لك انا علمه جاهلا. فيني اقول لك علمه مسافرا. علمتك جاهلا علمتك مسافرا. عم تزبط شباب لما عم حط العلمة مع الهاء والكاف عم تزبط. فهي رح احط لك اياها مع تاء الرفع المتحركه علمته او علمتك يعني صح دخول الهاء. معنى الكلام انه اذا صح دخول الهاء ولا الكاف على الفعل هذا بسمي لك شو اسمه؟ متعدي. كلمه متعدي باللغه العربيه يعني بده مفعول به. ديك الخطوات عليم علمة حطيت له الهاء والكاف ابنهم صار اسمه متعدي. المتعدي معناته انه بده مفعول به يعني بحاجه مفعول به يعني يتعدى الفاعل الى مفعول به. طيب يؤدي انه وزن فعيل ليك شو بيطلع؟ مبالغه. هي عليم شو طلعت اخر شيء؟ مبالغه. عملت كل هالمعادله لفرجيك بعرفها انه مبالغه. طيب ليك على هالكلمة هي كلمة عميق. هاي عميق بيمشي لفعلة عموقة. تعال نحط لها الكاف عموقك تزبط معه عموقه أبدا ما تزبط معه ولا حتى مع الضمير. في صعوبة باللفظ. ما زبط عمقته زبط عمقته في البحر أكيد لا. لما حطيت لها عميقة يؤدي عموقك اكس على الكاف ما نظبط. معنى الكلام انه هذا بسميه لازم. لازم انه ما بياخذ مفعول به بيكتفي بفاعل. هذا له درس لبعدين اذا اضل يؤدي انه عميق طلع صفه مشبهه. راح عيد طولوا بالكم. فكان السؤال انه ليش عليم مبالغه وليش عميق صفه؟ لاني بدي اقول لهم لانه الفعل عليم فعله متعدد اما عميق فعله لازم هيك صفه مشبهه. طيب توب مع الملاحظه لناخذ نتدرب عليها لها. ملاحظه هامه جدا وانتبه منها. وشفتوا التحضيريه عم كل ما عم يرفعوا العلامات لانه المستوى كل ما عم يصير احسن. حطوا معي ملاحظه للتفريق. معلش شباب للتفريق بين وزني فعيل. للتفريق بين وزني فعيل في المبالغة والصفة المشبهة. للتفريق بين وزني فعيل في المبالغة والصفة المشبهة فإننا نرد الوزن فعيل. فإننا نرد الوزن فعيل إن كان للصفة ولا للمبالغة إلى فعله
إلى فعله، ثم نجعل في آخره الهاء أو الكاف. فإن قبلهما، فإن قبلهما فهو متعد، والوزن فعيل منه مبالغة. متعد والوزن فعيل منه مبالغة. تابع معي. وإن لم يقبلهما فهو صفة مشبهة، والوزن فعيل منه يا ضيعت. وإن لم يقبل فهو لازم، لازم ضيعت، العفو من الجميع، فهو لازم. أيوة لازم. والوزن فعيل منه صفة مشبهة، والوزن فعيل منه صفة مشبهة. رح نجرب حالنا، بدنا نعرف حلها ولا لا. حط لي كلمة عظيم، حط لي عظيم وعمل لي يؤدي لحاله، عمل لي عظيم لحاله، شوف لي اياها انت، برايك صفة ولا مبالغة؟ رجع على فعلها، حط لها الهاء، الكاف، الابله ولا ما ابله؟ جرب اعمل لها حاله مثل ما عملت انا هون. عظيم، عظمة، عظومك. شو رأيكم باللفظة؟ عظومك، عظومه، تصبر؟ معناتها لازم، معناتها صفة مشبهة. عمول إكس بعد ما حطت لي عظومك أو عظومه، إكس على الهاء أو الكاف. رح عيدها، عظيم يؤدي عظمة، يؤدي عظومك أو عظومه، غير صحيح. إكس يعني يؤدي إنه هو لازم، يؤدي بالنهاية هو صفة مشبهة. راح أجربك مع فعل تاني، حط لي كلمة حسيب. حسيب من حسيب، حلو. حسيب، حسيب يؤدي، يلا عمري لحرقة، لحرقة ما رح يعني بتصير يعني حسيبك، حسيبه، حسيبك غنيا، حسيبك فقيرا، حسيبه جاهلا. عم يقبل للها وعم يقبل للكاف. راح اعيدها، فحسيب قول رني. لا لازم يقبل الاثنين سوا، طالما قبل الكاف معناتها بيقبل الها. ماشي. حسيب يؤدي حسبه، يؤدي حسيبك أو حسيبه، صحيح اللفظ، يؤدي إنه متعدي، يؤدي إنه مبالغة. بدك تنتبه على هالنكشة وعلى هالملاحظة. هاي أول وزن بالصفة المشبهة، خلص. شو كان هو؟ فعيل، فعيل. خلصت منه لفعيل، دار أوزان. فعيل اثنين، الوزن الثاني كان واحد فعيل بالصفة المشبهة، اثنين على وزن أفعل، على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء، أفعل ومؤنثه فعلاء، فعلاء همزة على السطر بين قوسين، ما دل على لون، ما دل على لون. فكر شو عم تكتب دائما، أو عيب أو حلية، ما دل على لون أو عيب أو حلية. ما لحية تقراها؟ حلية، حلية. طيب جوهرات يعني هلا بلاش عن الحلية، طول بالك. كلمات بتدل على لون، على وزن أفعل ولا فعلة، مثل أحمر أو حمراء. حط عنده أحمر وحمراء، بكفي مثال واحد. أحمر حمراء، أبيض بيضاء، أسمر سمراء، أشقر شقراء، أخضر خضراء، إلى آخره. لا ما في أشحال جحشة، لا تحط لها هذه، تبتوها بنفكر فيها. هاي ما دلنا على لون. أما العيب المقصود بالعيب، عيب خلقي يولد مع الإنسان، ما أنه عيب يعمل، يعمل شيء عيب، عيب خلقي، أعرج أو عرجاء. تماما، حاجة، حاجة. نسأل الله السلامة للجميع.
أعرج أو عرجاء، أعمى أو عمياء، أصم أو صماء، أبكم أو بكمة. عيوب خلقية يعني تولاد مع الإنسان، هذا المقصود بالعيب. أما الحلية كمان شيء بيولد مع الإنسان، مثل لما بقول الإنسان عيون مكحلة، أكحل أو كحلاء. ضيف هذا المثال، أكحل أو كحلاء، يعني ما أنه حاط لها أي ناينر. شو هذا اسمه؟ أيوة الله معلم، أيوة معلم ليك هذا منه. أكحل أو كحلاء هذا بدل على حلية. طيب إسا حديات كتير فيه، مثل لما أقول أحور أو حوراء، يعني أنه عيون السود طاغين على البياض، تمام؟ عيون كبار وسود، هاي بنقولها حوراء أو أحور. كمان في كلمة تانية، أدعج أو دعجاء. يعني دعجاء؟ لا أنا عشان بيدي مش هتفكروا إيه. أدعج ودعجاء يعني كمان عيونه أو عيونه كبار، هذا بيسمون أدعج أو دعجاء. في عندك أي كلمات باللغة العربية؟ في عندك أهيف أو هيفاء؟ شو يعني هيفاء؟ يعني ذات الخصر الطامر، هي معناتها الهيفاء. شباب بيقولوا يا عن كده أهيف أو هيفاء. المهم هذا الوزن الثاني، أفعال وفعلة. ثلاثة شباب، ثلاثة على وزن، ثلاثة على وزن فعلان ومؤنثها فعلة، ألف مقصورة آخر شيء. على وزن فعلان ومؤنثها فعلة، سهلة، مثل عطشان أو عطشة. حطها عطشان أو عطشة. أو ضيف عندك ظمآن وظمأة، كيف تنكتب بقى؟ سمعت ظمآن، هاي ظمآن، تمام، هاي ظمآن. طيب وظمأة؟ تيجي سؤال للطلاب قال اذكر المؤنث من ظمآن، لك غادي رغم ظمآن. ليه كتابة ظمآن شباب؟ صلحة عندك يعاون على نبيرة واللي يعاون بقى عشان غلط. ظمأة على ألف، الهمزة وراها ألف مقصورة، لا تنساها بعمرك لهي. تابع معي، أربعة، الوزن الرابع، على وزن، على وزن فعال، ضم الفاء، فعال، ضم الفاء وفتحة على العين. على أربعة، على وزن فعال، ضم الفاء وفتحة على العين، أو فعال. والله قلت فعال، والله إشو من لين جبتين التاء المربوطة؟ على وزن فعال، حتى الأولى عندي أربع مرات شباب، ضم على الفاء وفتحة على العين، فعال، أو فعال، فتحة على الفاء وفتحة على العين. يعني في وزنين، فعال فعال، تمام. مثل، حط أمثلة، مثل شجاع، شجاع ضم الشين، شجاع، أو جبان فتحة على الجيم. شجاع أو جبان، صار الأوزان كالتالي مشان ما نطول في الكتير. فعيل أفعل، فعلاء فعلان، فعلة فعال فعال. عيد النحو لك يا شباب. تابع معي، خمسة، 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 على وزن، على وزن فعل، فعل، فتحة على الفاء وفتحة على العين، فعل. لا تنسى الفتحة، فتحة على الفاء فتحة على العين. مثل أكل، نحن عم حط صفات ما عم حط أفعال. مثل بطل، بطل، حسن، حاجة، بطل أو حسن. ستة، جايين عشرة، ستة، على وزن فاء
فعل بكسر العين على وزن فعل بكسر العين، فتحة على الفاء وكسرة تحت العين. فعل مثل مثل فطن، فطن يعني ذكي، فطن كسور الطاء. فاصلة مثل كلمة عجل، عجل أيوة برافو عليك، بعدك تقراها عجل كسور الجيم. سبعة مان على وزن، على وزن فعل، فعل فتحة على الفاء والسكون على العين مثل كلمة شهم، شهم. فاصلة رحب، رحب المكان الواسع. ثمانية على وزن فعل، فعل ضم الفاء والسكون على العين فعل مثل كلمة صلب، صلب شكل دائما شكل صلب ضم الصاد. فاصلة حر ضم الحاء وشد على الراء. فعل شد على العين بفعل حر شد على الراء، شد على الراء. هلا صلب لك جعفر شو ايش كنا على صلب بكالوريات لعندي اخر اربع مشتقات اللي هن فعل 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 فعل. كم عدد حروف هون؟ لسهل عليك الحفاظ اذا سالوه ما نوع المشتق وكان عدد حروفه ثلاثة فورا بتقول له صفه مشبهه. ما في اسهل منها، كل مشتق عدد حروفه ثلاثة هو صفه مشبهه فورا بتقول له. راح اضم ملاحظه على جنب، إذا كان المشتق هن عم يسألوني شو عن المشتق، إذا كان المشتق عدد حروفه ثلاثة، إذا كان المشتق عدد حروفه ثلاثة فهو حصرا صفة مشبهة. تعلم هذه الملاحظة دائما، إذا كان المشتق عدد حروفه ثلاثة فهو حصرا صفة مشبهة. للي عنده صبر كل هاي المعلومات بالصبر جاي. دائما يسألوا كم نوع المشتقات. صارت الأوزان شباب كالتالي: فعيل أفعل فعلان، فعلان فعلان، فعال فعال، بعدين فعل 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 فعل. ليه كيف بحفظهم نحن؟ أنا بحفظ الأمثلة له بعقلي، لما بقيس فعيل بتذكر جميل. أفعل فعلان أبيض وبيضاء، أنت حفظ المثال. أيوة حفاظ المثال بيطلع معك الوزن، مثل لما أقول مثلا عطشان وعطشة بتذكر وزن فعلان فعلا، مثل لما أقول لك شجاع وجبان بتذكر فعال فعال، لما تذكر بطل فعل. أنا بحفظ المثال وبقيس عليه الوزن هيك أسهل لي. بحفظ جميل أبيض بيضاء، شجاع جبان، عطشان عطشة، بطل فطن، شهم صل، كل حفظت الأوزان اللي أباله. مش الكل دير بالك عليها. كأصلنا أخذين كم وزن؟ أربعة. اسم الفاعل، اسم المفعول، مبالغة، صفة المشبه. عنوان جديد اسم التفضيل. خامسة ليه اسم التفضيل؟ اسم التفضيل يشتق، يشتق على وزن، يشتق على وزن أفعل ومؤنثه، ومؤنثه فعل ضم الفاء وألف مقصورة، ضم الفاء ومؤنثه فعل. تابع بشرط، بشرط أفعل وفعل بشرط ألا يدل، بشرط ألا يدل على لون أو عين أو حلية، بشرط ألا يدل على لون أو عين أو حلية. على لون أو عين أو حلية، لأن لو دل على لون أو عين أو حلية هو بصير صفة شبه. حط هالعبارة هي لنطلع منها أسماء التفضيل. حط هالعبارة مثال، مثال عبارة كبيرة. حدث، حدث الأخ الأكبر
حدث الأخ الأكبر أخته الصغرى. حدث الأخ الأكبر أخته الصغرى أنها حققت الدرجة العظمى. عيدا. حدث الأخ الأكبر أخته الصغرى أنها حققت الدرجة العظمى. تابع معي لحد الخميس. وكانت أصغر الناجحين وأحسنهم. وكان أصغر الناجحين وأحسنهم. بها العبارة في خمس أسماء تفضيل. طلع خلي طلع يا جعفر. طلع بارك حمد تحكي العمل الشهرة أصغر أحسنهم بالضبط. يعني أول شيء الأكبر أكبر وصغرى والعظمى وأصغر وأحسن. فعلا هي أسماء تفضيل كلها يا بارك. طيب سؤال امتحان. سؤال امتحان. اذكر اسم التفضيل. اذكر اسم التفضيل من الأفعال الآتية. اذكر اسم التفضيل من الأفعال الآتية. اذكر اسم التفضيل من الأفعال. تمام؟ من الأفعال الآتية. حطوا لي الفعل الأولاني جملة. جملة. جيم ميم لام يؤدي. شو بصير اسم التفضيل منه؟ قيسوا على وزن أفعال فورا. أجمل. أجمل. تحتها حط لي كلمة كرومة. أكرم. كرومة أكرم. شفهيا وعظما أعظم وشجوعا أشياء. لا تكتب. طيب لو أنا حط لي كلمة احتمل. 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 ليه؟ أكثر. احتمل. تبقى بتاخذ اسم التفضيل منه. ما بتزبط معك فورا على وزن أفعال. يعني ما زبط تقول أحمل. غلط. أول شغل الفرق بين الفعلين فوق وهذا الفعل إنه هذا فوق. ثلاثة. استوعب. قال أول شغل بترد احتمل لمصدر. المصدر هو احتمالا. رح ناخذ درس المصادر بعد هذا الصلاة. احتمالا. تمام لك عندي قبل ما تكتب. احتمل احتمالا. رديناها للمصدر. لسه ما خلصت. احتمالا هي قبلها بتحط كلمة من عندك أنت على وزن أفعل. مثل كلمة أكثر أجمل أعظم. ليش بتصير؟ أكثر احتمالا أعظم احتمالا. السبب لأنه احتمل قديش؟ فوق الثلاثة. روح حطي وأدي. احتمل بتصير أكثر احتمالا. رح نكتب القاعدة هلا. أكثر احتمالا بين قوسين لأنه فوق الثلاثي. رح نكتبها. حط لي هذا الفعل كمان. ناخذ مثال ثاني. أرسل. أرسل. بالضبط. أجمل إرسالا. أعظم إرسالا. أكثر إرسالا. البدكية. ما دقيتين. يتبع. يلا. حطوا لي كلمة. كان المصدر من كان كونا مع الفعل المساعد أكثر كونا. قبل ما تكتب طول بالك. بس هذا ما ثلاثي. ليش ما قلت أكون؟ لأنه ناقص. لأنه هذا فعل ماضي ناقص. حط لي كان بتصير أكثر كونا بين قوسين لأنه ناقص أو فعل ماضي ناقص. بعيدة. كان يساوي أكثر كونا. التعليل لأنه فعل ماضي ناقص. ملاحظة. كي يصاغ
اسم التفضيل مباشرة من الفعل كي يصاغ اسم التفضيل مباشرة من الفعل يجب أن يستوفي الشروط السبعة. يعني الفعل الثلاثي معلش بس ناخذ هيك لازم ناخذ معلش شروط السبعة بين قوسين نكتبهم تسلسليا بين قوسين أن يكون ثلاثي. طولوا بالكم هي بدنا إياها للتعجب ليش أنا عم سبق عليها هلا أن يكون ثلاثي فاصلة تام. طيب شو يعني تام؟ يعني ما من أخوات كان يعني منه ناقص تابع تام غير ناقص تام غير ناقص ليس من أخوات كان هيك معناته تام فعل عادي تام غير ناقص ليس من أخوات كان يعني صاروا شرطين فاصلة مثبت مثبت كلمة مثبت يعني مسبق بنفي ما قدامه لا لم ولا لن ولا غيره مثبت فاصلة متصرف متصرف يعني بيجي منه ماضي مضارع وأمر بيجي منه شغلات لا عندي شوي ليس أعطيني المضارع من ليس يليس لائس ليس بالأمر معنى الكلام أنه ليس ما عم تزبط معي إلا ليس هذا اسمه فعل جامد أما المتصرف مثل كتب يكتب اكتب نكتب كتب عم تصرف بالفعل على كيفي الجوامد هني أربعة هلا بعطيك إياهم بعد شوي كتبناها متصرف غير جامد متصرف غير جامد طولي بالك صاروا أربعة فاصلة مبني للمعلوم فاصلة قابل للتفاوت قابل للتفاوت بين قوسين يعني شو يعني قابل للتفاوت يعني ما مشكلة صغار يعني يختلف من شيء إلى آخر أو من شخص إلى آخر يختلف من شيء إلى آخر أو من شخص إلى آخر طيب قبل طلع عندك لما بقول لك كرمة وأكرم فعل كرمة بيقبل التفاوت يعني الناس كرماء مثل بعضها لا واحد يتصدق بخمسين واحد يتصدق بليرة مظبوط فوق الخمسين ما في ليرة طبعا معنى الكلام انه الكرم منه ثابت عند الناس مثل بعض البعض بيختلف من شخص لآخر الجمال ثابت في الحياة والموجودات مثل بعض البعض في جمال الصحراء غير جمال الجبال جمال هالإنسان غير جمال هذا الإنسان يعني بيقبل تفاوت من عندي بالأسماء مين ما كتب؟ استعملي لقصة على الأسماء هالي ما يصير تركي الأسماء هلا بس أنتم كتبتوا ولا هو هنا؟ لازم تحط اسمك يلا والله لازم يعني لازم بكرة ما بتعرف تاريخ بجوز في شغلة عظيمة ايه كاونتر كمان ايه بلاي ستيشن 2 هاي لايف كمان لعبك يا ما قديمة ما بطلع سادة موجودة طيب لعبك جنرال كمان لا عندي رجع فور باصي لا عندي كان الفعل انه قابل للتفاوت بعدين الأفعال قبل ما تكتب الما بتقبل التفاوت معناتها بتصير بنعمر مرة واحدة مثل ماتا كم مرة واحد بيموت إلا أنت بالبكالوريا راح تموتوا كتير مهم 100 مرة 1000 مرة ما بعرف ماتا
مات هذا فعل لا يقبل التفاوت قال لأنه بصيب العمر مرة واحدة عاشة إلا بكالوريا عاشة طابة معي سبعة أو فاصلة الأخيرة إسه لسه ما صاروا سبعة لا يأتي الوصف منه لا يأتي الوصف منه على وزن أفعل لا يأتي الوصف منه على وزن أفعل تابع يعني غير دال تابع لا إلى لا هي لا باب القوس لا يأتي الوصف منه على وزن أفعل غير دال على لون أو عيب أو حلية غير دال على لون أو عيب أو حلية لسه ما خالصين ثواني شوي اسم التفضيل بعيد أوزان أفعل وفعل والصياغة المباشرة للفعل لأقول كرم أكرم كرم لازم يكون فيها سبع شروط كرم لازم تكون ثلاثي تام من أخوات كان لازم تكون مسبق كرم ما في قبل نفي لازم تكون متصرف تصير يكرم نكرم أكرم متصرف كرم مبني للمعلوم المبني للمجهول بيكون بضم أوله وكسر ما كريمة أنا عمول كرمة بيقبل التفاوت والكرم لاي هذا أكرم من هام في كل الشروط وخالد 27 ما دل على لون ولا عيب ولا حتى حلي تمام فبقول كرمة بتصير أكرم لأنه ممكن يسألوه ليش صغنا اسم التفضيل مباشرة من كرمة بدي له لاستيفائه الشروط السبعة بيقول لك أعدده ماشي دير بالك عليها تابع معي ما ضر بالترتيب طبعا لا كارما مبني للمعلوم هذا أنا أقول كريما مبني للمجهول شباب لا عندي ملاحظة ملاحظة كمان تابع للدرس السماء خلصت بالتفضيل الأفعال الجامدة هي الأفعال الجامدة هي يعني بتضل بها الصيغة ما بتتغير هي نعمة نعمة بلا تاء مربوطة تعمليها نعمة بالتاء المربوطة نعمة مثل نعم فاصلة بئس والهمزة على نبرة تقراها بأس نعمة بئس فاصلة عسى عسى وليس بس هدول الأربعة بئس نعمة عسى ليس تابع معي ولا يصاغ منها اسم التفضيل أبدا ولا يصاغ ولا يصاغ منها هالأفعال هاي الأربعة ولا يصاغ منها اسم التفضيل أبدا لأنها جامدة لأنها جامدة كمان نجم بأول السطر الأفعال غير القابلة للتفاوت الأفعال غير القابلة للتفاوت هي مات مات فنية فأنون ياء فنية يعني راح من الوجود كمان ما فاصلة هلك هلك ما أنه تعب هلك يعني مات هلك مات فنية هلك مرادفة فاصلة ولد ولد فاصلة عاش ولد بعدين عاش يعني أنه بصير بالعمر مرة واحدة إلا أنت بلكر رحت له الثاني مرة يوم النتائج يا بتموت يا بتولى يا بتولى تواب النص جنيدين لا يا نتائج مو لا ما هيك هلا عم بعثوا لك رسائل على الموبايل هيك احسن كن قاعد هيك مبسوط ومستهجع على البحر كن دينا صيفين فجأة بعثوا لك الرسالة رسالة النجاة ولا رسالة رسالة المجموع ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة في لكن في حص أو فاصل
ملاحظة أخيرة، من أسماء التفضيل هي تعود عليها، من أسماء التفضيل لفظتين، من أسماء التفضيل لفظتين خير وشر. إيه لفظتين خير وشر، خير وشر، شدي على الراء. من أسماء التفضيل لفظتين خير وشر، يعني ما شفت خير اسم تفضيل. كفي معي. وكانتا، وكانتا أخير وأشر، وكانتا أخير وأشر، شد على الراء. ولكن حذفت الهمزة منهما، بيجوا يسألوا التعليل، ولكن حذفت الهمزة منهما لكثرة الاستعمال، ولكن حذفت الهمزة منهما لكثرة الاستعمال. كان شام يقول والله مثلا زيد أخير من خالد، لما يتقال اللفظ قالوا زيد خير من خالد، هيك يعني. حلو، خلص اسم التفضيل. عنوان جديد، اسم المكان والزمان. ما رح ناخذ فصيل؟ لا ناخذ فصيل. واسه ما خلص ليش انت حكيت؟ انا لك عنوان جديد بس ما لك درس جديد. عنوان جديد، اسم المكان والزمان. يا سلام عليك، يا جاوي نبه البدنيه اللي جيت لي تفرج عليك والله شاطه من عندي. يلا اسم المكان والزمان، روح لنكفي القصيده يا شباب. هذا الاستاذ حكيت، ايوه هو بيزود. طلع لا ايوه لا عندي شباب لا عندي شوي جعفر عشان نطول القصه خليك معي شوي سجل معي الافكار عشان ابعتك على البيت اذا الله رب تهيب وصلنا عند الفكره الحاليه السابع وصلت وصلت للبيت السابع مش محتاج كل الايام تفزي من الكتاب؟ هل بدي افرجيك الدفتر كيف تشتغل عليه؟ ستة، الفكرة السادسة، الفكرة السادسة، تراب الوطن، تراب الوطن، تراب الوطن يروي، تراب الوطن يروي بطولات الأجداد وتضحياتهم، تراب الوطن يروي بطولات الأجداد وتضحياتهم. الشاهد الشعري لإلى يا شباب، البيت الثامن، البيت الثامن، في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف كل شهيد. فكرة البعض بسيف شهيد. طيب ما مشكلة. الفكرة سبعة، التغني، التغني بقوة، التغني بقوة الأجداد وعظمة جيوشهم، التغني بقوة الأجداد وعظمة جيوشهم. شاهد البيت العاشر، البيت العاشر اللي بيقول وأرى جحافلهم، اسمع الكلمة، وأرى جحافلهم كرامة غربها كاليم يسخر عاصفا بحديد. فكرة البعدة، التغني، التغني
بحضارة الأجداد الماضين، التغني بحضارة الأجداد الماضين وترفهم في العيش، وترفهم يعني غناهم، يعني الثراء اللي كانوا عايشين فيه، وترفهم في العيش. الشاهد لإله البيت 12. الفكرة قبل الأخيرة، فكرة قبل الأخيرة، طهارة الوطن، طهارة الوطن وقداسته، طهارة الوطن وقداسته بعيونه، بعيون أبنائه العاشقين له. طهارة الوطن وقداسته بعيون أبنائه العاشقين له. شاهد البيت 13. الفكرة الأخيرة هي اللي اجت هالسنة، هي الفكرة الأخيرة، وجوب الدفاع عن الوطن، وجوب الدفاع عن الوطن بأغلى ما يملكه الإنسان، وجوب الدفاع عن الوطن بأغلى ما يملكه الإنسان. شاهدوا يجاوي البيت 14، البيت 14. ترجم معاني القصيدة معي بسرعة، يلا. وصلت وصلت، فدير بالك يا جاوي. البيت الثامن، البيت الثامن، ثراها، ثراها يعني ترابها، ثراها ترابها، سطرت كتبت، تراها ترابها، وسطرت كتبت. تذكير السفر وقت كتير. البيت التاسع، ألمس يعني أجد، انطوى ذهب، غابر زمن ماض، غابر زمن ماض، صعيد، صعيد ما ارتفع من الأرض، صعيد ما ارتفع من الأرض، يعني كيف ما درنا راسنا بنشوف آثار الأجداد اللي تركوها بني أمية موجودة في سوريا. البيت بعده العاشر، جحافلهم جيوشهم، جحفل مكتوب تحت بالمفردة، جحافلهم جيوشهم. إلو وقت شرح جعفر، شرح إلو وقت صغر. بعدين ترامى غربها، ترامى غربها انتشرت في كل مكان، يزخر يعني يمتلئ، حالف مقصورة الهمزة، يمتلئ حديد كل أنواع السلاح، المقصود بالحديد أنواع السلاح، يعني جيوشنا الماضين مدججين في كل أنواع السلاح. البيت اللي بعده، هذه الديار مرابع، مرابع يعني منازل. البيت اللي بعده، رتعت يعني أقامت، سكنت، أقامت، بقشيب أفواف وبرود، كل مع بعض يعني بثياب جديدة ونظيفة، بثياب جديدة ونظيفة. الأهم ضيف إشارة إلى الترف الحضاري، إشارة إلى الترف الحضاري، لك ما المقصود بخشيب أفواف؟ إشارة إلى غنى الأجداد، إشارة إلى الترف الحضاري وغناهم، ضيف لها الكلمة وغناهم، يعني كانوا أغنياء، كل يوم بيغير لبس، شي بيلبس لي جلابية مشقشقة، شي بيلبس لي جلابية مخططة، هيك يعني كانوا.
لا دي مين؟ تعرف كيف بقول عمامة؟ دي دي إن شاء الله حلو العقال وغيناهم ما كان وقت العقال كان؟ ما كان لا ما كان شي ببدل الحصان شي بيجي بحصان أوبي يعني مرسيدس الجمل يعني رنش يلا البيت 13 مدارجها مدارجها دروبها وطرقها دروبها وطرقها ركن العتيق المكان المقدس الكعبة المكان المقدس الكعبة الشريفة عميد سبق وأخذناها المشفوف بالعشر البيت اللي بعده بدعا يعني عجبا الحمى شرف الفتى يعني الدفاع عن الوطن صون الديار صون حماية بمقلة بعين بيحمي الوطن بعيوني وكبود قلب وقل يعني بعيني وقلبي الأخير جوارحي أعضاء جسدي جوارح الإنسان كلياتها هوى حب آخر شيء كساجعة كحمامة جرس نشيد بأعذب الألفاظ يعني أنا بغني حب الوطن كالحمامة بأعذب لفظي قبل ما تسكر يا شباب الله يرضى عليك لهلا ما بزعل حدا وما بدي دق للأهل مشان ما يصير مشاكل السنة الماضية عملتها بدي سمع فيها والله منيح